اليوم على بركة الله نفتتح الدورة السابعة من مهرجان المدينة بعرض لنده الأسياد للفنان محمد البسكري، تليه عرض ثاني للأطفال سيرك باباروني، يوم 26 عرض القدود الحلبية، يوم 28 مارس إن شاء الله باش نرجع للعروض الصوفية مع عرض الذكارة، ثم في الاختتام نختتم إذن بعرض زوار الحضرة للفنان مرشد بوليلة. طبعا مهرجان المدينة يساهم في إثراء المشهد الثقافي بولاية سيدي بوزيد، هو متنفس جديد لأهالي سيدي بوزيد باش يخرجوا للسهر في مثل هذه المناسبات ويتفرهدوا معنا، وإن شاء الله نكونوا معناها وفقنا في اختيار البرمجة هذه بمناسبة شهر رمضان المعظم. عرض ذي عنده من 2017 عرض نيل دعم الانتاج الادبي والفني من اداره الموسيقى من وزاره الثقافه، وعرض درنا به برسك تونس كامله، هذه المصافحه الاولى مع جمهور سيدي بوزيد المدينه. جينا قبل المهرجان نتاع الفروسيه في سيدي علي بن عون، ودرنا تونس كامله تسمعوا اليوم مجموعه من الوصلات الروحيه الصوفيه من الطريقه السلميه، من الطريقه المدنيه، من الطريقه العيساويه، من القادريه، من الطريقه العزوزيه، من برشا حاجات، والمجموعه متكونه من مجموعه من الفنانين من تونس كامله. اليوم كيف ما تشوفوا السهرة الافتتاحية الليالي رمضان مهرجان المدينة بسيدي بوزيد اللي هي فرقة الإنشاد الصوفي نندح الأسياد لمحمد البسكري، هذا أول عرض باش يكون معناها اليوم، ويتواصل العروض الرمضانية باش تتواصل إلى غاية 8 أفريل إن شاء الله، باش تكون متوزعة في وسط مدينة سيدي بوزيد في ساحة الأرض. كذلك فما عروض في معتمديات اللي ما فيهاش مؤسسات ثقافية، عنا عروض في المؤسسات السجنية اللي تصير بمقتضى اتفاقية ما بين وزارة شؤون ثقافية ووزارة العدل، كذلك عنا أيام تجمد للشعر اللي هي باش تصير زادة في مؤسسات مختلف مؤسسات ثقافية بالولاية، يعني هذايا عموما مجمل العروض اللي باش تصير في شهر رمضان المعظم.